سي نبيل، شفنا موجة غضب ما بين الشوطين من جميع الجماهير على خلفية التصريح اللي قام به رئيس جمعية المتلوي. كان تعطينا توضيح على اللي صار؟ هو أنا اتصلت مباشرة بسي بوصيري بوجلال. الحقيقة الشخص هذا إنسان طيب وإنسان فاضل، وفرحوا بنا في العديد من المناسبات، غادي استقبلونا أحسن استقبال. اتصلت به لاستيضاح الأمر، قال لي ما يقصدش، معناتها عنده شوية هكا مشكل مع التحكيم، فما يمس الشيء هذا النادي الإفريقي، وهذا نأكد عليه. سيد إنسان فاضل وإنسان محترم جدا سي بوصيري بوجلال، والنادي الإفريقي ونجم الرياضي بالمتلوي تجمعنا علاقة طيبة، وما نتصورش اللي يعني بعض هكا النعرات صغيرة تأثر. هذه جواعة عادية متاع مقابلة إن شاء الله، فهمتني؟ احنا نتنقلوا غادي مقابلة كوب إن شاء الله، نلقاو نفس الحظوة، احنا فرحنا بهم هنا، هما يفرحوا بنا غادي، وإن شاء الله هذا كهو، معناتها ما فماش حاجة كبيرة تأثر على جواب بين الفريقين. يعطيك الصحة. مع الشكر.